演员邱凤凡，哇，真是很厉害。Yeah.
فيها مش نايم، هذاكرها اول حاجه لو طلعت. وممكن ان انا اعمل عشان ما انساهاش يوم يوم، يعني يوم انا في الهيستولوجي حياتي متاخره، حياتي متاخره اخد صفحتين من ده وصفحتين من ده وتقدر يعني على حسب النسبه اللي اتاخر عليها. تاني يوم في السوشيال بارت برضه اخد صفحه صفحتين من كل ايه؟ من كل كتاب. هوصل للامتحان فعليا هيبقى عندي خمس ست ايام من كل ماده. طبعا دول بتوع الماده دي انا مش متخيل هتكون وصلت للايام دي وخلص كل حاجه، هيفضل برضه حاجات متاخره. اعمل ايه؟ هقسم الست ايام دول اربعه واثنين تمام او خمسه وواحد على حسب جميل عليك. الخمس ايام الاولانيين هراجع فيهم اللي انا مذاكره، ولازم كل يوم هاخد كام صفحه برضه من لسه فاضيين من المتاخرين على حسب بقى. هنا بقى هحسب، هنا هحسب لان مفيش وقت تاني. خمس ايام وانا فاضل لي 20 صفحه مثلا في الكتاب، يبقى كل يوم هعمل اربع صفحات. ما ينفعش اعمل صفحتين زي النظام الاولاني، لا ما ينفعش، لان هو خلاص الامتحان جاي. فاهمين معايا يا جماعه؟ فهمتوني؟ حاولوا تعملوا ده وما تقعدش ترسي لحالك. الناس تقعد تقول لا انا مش فاكر، مش فاكر، يا ابني ذاكر انا مش فاكر، هم مش فاكر. يلا مع بعض، يلا مش عايز تطول كتير، نعتذر على العضو الفني. للاسف انا اول ما دخلت وجيت بالمنظر ده الشاشه الكبيره مش فاكر. هنبص على الشاشتين دول، اوكي؟ وبعد كده هتبصوا على الداتا شو بتاعكم من الكمبيوتر بتاعك، ما تقلقش. يلا يا جماعه، في عندنا حاجه اسمها انترا امبريونيك ديستر. ان شاء الله اصلا هو حد يقعد يفكرني في الخطه والجدول اللي يعملها. خلاص انسوا المقدمه اللي قلتها دي، خليك معايا. في حاجه اسمها انترا امبريونيك ديستر، مش عايز كلام خالص. كلام حلوين بيتكلموا وقت الكلام تماما. احنا في حاله طوارئ. خلاص؟ يعني ايه انترامبريونيك ميستير يا جماعه؟ يعني ميستير جوه الامبريو. هو الامبريو كان كام طبعا اخر مره سبناه؟ كان ايكودير والايكودير كانوا لازقين في بعض مكانين. باكو فرينشال ممبرين وكلواتر ممبرين. امال ايه العصايه اللي اتكونت في النص؟ من البريمتيف نوت والبيت بتاعتها لغايه الباكو فرينشال ممبرين في النص. كان اسمها نوتو كور. نوت يعني باك. كورد يعني عصايه. لان هو بعد البيت ما يلف على نفسه كده اهو هتبقى العصايه دي في ظهره، في منتصف الظهر. وطبعا انتوا عارفين دلوقتي عندنا في الظهر منتصف الظهر دي ايه؟ استوعبنا في الاخر نذكر احنا قلنا بسرعه ايه الامبورتنس وايه الفيز؟ قلناها بسرعه بتاعت الدكتور. اهميه الدكتور بدل ما افتح الفايل هقولها لكم كده اللي هو كلام مكتوب. اهميه الدكتور ان هو انديوس، انديوس يعني ايه؟ ستيمولييت او ستارتس the formation of vertebral column. الدكتور ده عامل زي خط رسمته عشان يجي الفيرتبرال كولم يتبني حواليه. تمام؟ واضح ان الدكتور ده بيطلع ماتيريال بتشد سيلز حواليه عشان تعمل ايه؟ تعمل حاجه اسمها فيرتبرال كولم. دي اول اهميه. ثاني اهميه من الديفينيشن بتاعه. فاكرين التعريف بتاعه قلنا ايه؟ اول جمله ديز ايه؟ بريمتيف اكسيال سكيلتون. دي الاهميه الثانيه ان هو بيعمل الاكسكيلتون شيل، مفيش غيرك يا دكتور تعمل لنا تخلي الديسك ده ماسك نفسه ما يبقاش عامل زي الورق بتطبق في اي اتجاه. لا يبقى ليه ايه؟ ليه شكل، لان اهم حاجه في الاسكيلتون جيبز شيل. جيبز شيل في اكسيال اسكيلتون معمول من نوت كور، يبقى عامل الاسكيلتون وكمان انديوس ذا فورميشن اوف ذا فاينل اسكيلتون اللي هو هيجي بعد كده. مش هو ده الاسكيلتون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ لا ده في لسه فيرتبرا القلم هيتكون حوالين نوت كور. يبقى نوت كور بيعمل حاجتين يا جماعه، انديوسز وفورمز. انديوس ايه؟ فورميشن اوف ايه؟ فيرتبرال كولم. وكمان فورمز بريد اكسيال سكيلتون بتاع مين؟ بتاع الامبريونيك ديسك. فاهمين معايا؟ قبل الفولدنج، بعد الفولدنج بقى ده بيبدا يتشكل ولازم بقى يتعمل له سكيلتون محترم اللي هو الفيرتبرال كولم. تمام؟ طب ايه المصير؟ هل البروتوكول ده بعد ما عمل الوظيفتين دول هيختفي يقول لي باي باي مش عايز منك حاجه تاني؟ هيبقى منه ريمننت في البودي بتاعنا هنعرفه في الصوركس. ايه الريمننت ده؟ يقول لي انت عارف ان بين الفقرات وبعضها في اقراص من الغضاريف؟ الاقراص دي معموله من حاجه اسمها فايبر كارتلج بس قلبها من جوه في جيلي لايك ماتيريال. عارفين اسمها؟ حد سمع اسمها كده؟ اسمها نيوكليوس بالبوز. انا عارف الكلمه دي كل ما اقولها كل سنه في كل دفعه بيسعدوا بيها. نيوكليوس بالبوزس. لا ده شرف ان انا سميتها لكن انا لقيتها زيه كده. نيوكليوس بالبوزس ده جيلي لايك ماتيريال في قلب غلاف من الفايبر كارتلج. لو تخيلت معايا المخده ان في قماشه جواها فايبر او جواها
اهو نفس النظام. وولاد من الفايبر كارتج هو ده القماشه بتاعت المخده، والقلب الطري ده اللي هو يبقى كومبريست ويرجع تاني. الشيء لايك ماتيريال اللي جوه اسمه ايه؟ نيوكليس بالبوزس، هو ده الريمننت اوف نوت الجولد. نوت الجولد يا جماعه هيفضل عشان يعمل بس القلب الشيء لايك ماتيريال في الانترفيرتبرال ايه؟ ديسك. يبقى الخلايا اللي جت حوطت النوت الجولد هتعمل الفقرات واللي بينهم، تمام خليكم معايا، هتعمل الفقرات واللي بينهم ويفضل البروتوكول في الوسط، بس الحته اللي فيها الفقره هيختفي البروتوكول ويفضل بس فين؟ في وسط مين؟ الديسك اللي بين الفقرات. القلب ده يا جماعه اسمه نيوكليس بالبوس، ده شيل لايك ايه؟ ماتيريال. يبقى احنا البروتوكول ده بعد ما عرفنا خطوات تكوينه المره اللي فاتت كان في بري نوتوكول ده بروسيس بتحول لكنال ليها روف وفلور، الفلور مع الدرم اللي تحت اختفوا واتفتح التوصيله بين الامنيوتيك واليوكسان، وبعد كده مين اللي رجع؟ الاندوديرم قفل تاني، لكن الفلور ما رجعش بتاع الكورد الكلام، الروف بس اللي فضل، والروف ده لف على نفسه عمل ديفينيتيف نوت كورد اللي هي العصايه اللي فضلت معاه. بعد كده بقى نوت كورد ده ليه فوائد، يقول لي ليه امبورتنس حاجتين، ات فورمز بريمتيف اكسيال سكيلتون اوف ذا امبريونيك ديسك ويديوس هاف فورميشن اوف فيرتبرال ايه؟ كورد. طب ايه مصيره؟ هل بيختفي تماما ولا بيفضل في جسمنا موجود اثار منه؟ فاضل اثار منه فين؟ في وسط الديسك، حاجه اسمها نيوكليس بالبوس. برافو. ايه تعالوا نشوف بقى الحاجه الثانيه اللي بتتكون، الحاجه الثانيه بتتكون من ايه يا دكتور؟ فاكرين لما قلنا قبل كده ايه اللي حصل في الاسبوع الثالث؟ عارفين يا جماعه؟ عارفين اللي حصل في الامبريون ديسك؟ اي بي بلس وهاي بي بلس؟ ايه اللي ظهر من فوق في الاي بي بلس؟ خط وحواليه مارجن مارجن، بريمتيف سكريب وجروف، وقدامه دايره بريمتيف نوت فيها حفره. هيجي خلايا الاي بي بلس تهاجر بالورفريت وتهاجر وتنزل من الجروف. اول ما تكون الخلايا نزلت حلت محل الهايبر بلس وبقت مين؟ برافو عليك، بقت طبقه الايدو ده. المجموعه اللي بعدها في مجموعه تنزل من بريمتيف بيت تمشي من اللاين لقدام، وفي من السايدز اوف بريمتيف ستريك يمشوا على الجنبين. اللي مشي لقدام في الميد لاين ده نوت كورت، واللي هيمشوا مع الجنبين انترا امبريونيك ايه؟ فيزودين، اللي هو موضوع النهارده ده. موضوع النهارده. يلا يا جماعه، ايه حكايه الانترا امبريونيك فيزودين دون؟ بيقول لي تسفورمت فروم، تابعوا من الشاشه ويمكن يتصلح الشيء كبير دلوقتي. تسفورمت فروم ايه؟ جايه منين الانترا امبريونيك فيزودين؟ ما هو مصدر هذه الخلايا؟ بروليفريتنج اي بي بلاست. والاي بي بلاست ده بروليفريت راح فين؟ ديسنس ثرو مين؟ الجروب بتاع البريمتيف ايه؟ ستريم. والبريمتيف بيت وابتدى ان هو مايجريت. خلي بالكم اللي جاي الخلايا اللي نزلت عشان تعمل الانتر ابريمتيف ده ابتدت تملى السبيس بين الطبقتين. طبعا اللي فوق بقى اسمها اكتودان امتى؟ بعد ما خلصت انها نزلت كل الخلايا اللي عندك، مش هتنزل تاني؟ لا خلاص. ما بقاش اسمها اي بلس؟ لا هيبقى اسمها اكتودان، لان الطبقه الثانيه بقى اسمها انتو. واخر الاسبوع الثالث اللي انا فيه دلوقتي بيبقى يجي يلف على نفسه، والطبقه اللي فوق اللي من بره بيبقى يصح اسميها اندو، والطبقه اللي تحت بقى في القلب يبقى يصح اسميها اندو. تمام؟ طب السؤال بقى يمكن ناس قالوا الانترا امبريتنس ده اللي طلع من السايدز او بريمتيف جروف وبريمتيف بيت وابتدى يمشي بين الطبقتين اكتو واندو، تمام؟ هيملى الطبقه اللي بينهم ما عدا ثلاث اماكن. محدش بص على الشاشه. انا شفتها بس ناس قالت طبعا. ليه بقى برضه فرنشات؟ الاكتو والاندو لازقين في بعض، مفيش ميزو يدخل بينهم. فين المكانين دول اللي فيهم فيوجن؟ برضه فرنشات ممبرين وكلواتها الايه؟ ممبرين. في مكان ثالث مكان اللي بيتكون في نوت ده مش هيكفي بالميستر. تاني انتر امبريون ميستر جبني بروفريتنج بلاسز مايجريتنج ثرو بريمتيف جروف بريمتيف بيت وبعدين سبريدنج بتوين اكتو ديرم اند اندو ديرم تو فيل ذا ميدل لاير اوف ذا امبريونيك ديسك اكسبت 3 بليسز اللي هم الباك فرنشال ميمبرين والواقع ميمبرين اند سايد اوف ذا ميدل وين نوتو كورد. ده احلى الكلام. تعالوا نشوف كده الصوره اللي شفتوها قبل كده. بصوا معايا يا جماعه، شايفين ان هو ده بريمتيف ايه؟ بريمتيف ستريك. وان هو ده بريمتيف بيت ونوت. ده مين الميمبرين اللي قدام ده؟ باك فرنشال ميمبرين. ومين الواقع؟ الواقع ميمبرين. تمام؟ بصوا معايا الاسهم ما فهمتش بتاعه كويس بس بعتنا كده. بص شوفوا بقى لسه بيحمل. تمام ولا ده اسهم؟ اه طبعا يا رب تمام ماشي. شكرا.
مشكله، لكن بصوا معايا هو في اسهم شايفينها، شايفين اسهم البلو دي نازله، تلاقيها نازله، وبعدين الاسهم دي ابتدت تبقى نقط ولونها ريد، دي بقى نزلت فعلا وماشيه بالطبقتين. بصوا معايا بقى ده، لان مين يقول لي مين السهم ده؟ برافو عليك، ده البروتوكول. وبقيه الاسهم ده الانترابيرنس ده عمال يمشي في الايكت والايكتوم على ثلاث اماكن انتوا قلتوهم، برافو عليكم. يبقى عرفنا ازاي بيتكون الانترابيرنس ده. اليوم 17 بلاش حاجه هنا. دلوقتي عندي البروتوكول ده طبق زي اللي فوق زي تحت، طبق وسط. هيبتدي سوري مش البروتوكول. الانترابيرنس ده يا جماعه بلاير زي اللي فوقيه تحتيه. هيبتدي يتقسم، هيبتدي يتقسم الى ثلاث اجزاء. هنشوف في الرسم دلوقتي هيتقسم ازاي، بالطول ولا بالعرض ولا الكلام ده. ديفرنشيشن في اليوم 17 نقرا الاسماء الاول، مين هو الانترابيرنس ستيرم ده هيتقسم لايه؟ نقرا الاسماء وهنشوف الصوره. يقول لي هيديني حاجه اسمها بارانكسيا ميزودير. هو عباره عن طبقه واحده. وبعدين زي ما تكون كده جبت السكينه وقطعت خطين، فهو ثلاث حاجات. اللي كمل البروتوكول ده على يمينه وشماله؟ بارانكسيا. ده سؤال مهم. اللي على جانبي البروتوكول ده البارانكسيا ميزودير، ده سؤال مهم. يجي يقول لي جيب انا كاونت ار بارانكسيا ميزودير. واللي في الوسط انترميديت. مش انا قلت لك فتت؟ يمين وشمال؟ طيب ادي البارانكسيا. اهو ده البارانكسيا. وده الانترميديت. وده لاترال. الاثنين دول فيه زيهم الناحيه الثانيه. يعني البروتوكول في الوسط اهو، وفي ثلاث صوابع في كل ناحيه. ثلاث صوابع دول اهو، ده كده ايه؟ بروتوكول في الوسط، يبقى ده بارانكسيا. انترميديت وبعد لاترال بليت. هنشوف دلوقتي على الصوره الثلاث اجزاء اللي حصل. في اليوم الكام ده؟ هيحصل حاجه اسمها ديفرنشيشن فوز الترام بريم ستيرم. الصوره دي ازاي؟ شلت الاكتوم. يعني جبت البريم ديسك شلت الاكتوم عشان اتفرج على الطبقه الوسطانيه دي. بس ما قدرتش اشيله في مكانين. كان الممبرينز يا جماعه لازم يمين في الانف. فهتلاقي الممبرين اللي قدامك ده مين ده يا جماعه؟ برضه فرنجا الممبرين وده الوركر الممبرين. طب ما حدش قال انا عرفت ازاي ده الكرينيا وده الكودر. الامبريونيك تيست الكرينيا ليه عريض والكودر ليه نارو. تمام؟ يلا مع بعض. امال ايه الاسود ده؟ ده البروتوكول. صح؟ تمام. طيب بعد كده هو بقى عندنا اول كتله جنب البروتوكول دي يمينها او شمالها حاجه اسمها باراكسيا. اهو دي اول نوع، اول جزء، اول ديفرنشيشن. والازرق ده انترميديت، والاخضر لاترال دي. قبل ما اوصف انا تعالوا بص كده على الصوره كده نتفرج عليها، يعني ناخد فكره كده نوصفها. في نوع واحد بس من الثلاثه اللي هيقدر يقابل زميله من الناحيه الثانيه قدام الباك فرنشال ميمبرين. لاترال بليت. يعني الباراكسيا ملوش دعوه يمين وشمال ملوش دعوه ببعض. والانترميت ملوش دعوه ببعض. لكن اللاترال بليت هو اللي كوميونيكيت مع البازار سايد. فين؟ مين يقول لك فين المكان ده؟ عايزين بقى نوصف بقى الميرولوجي. ها؟ كرينيال تو باكو فرنشال ميمبرين. كرينيال تو ما عندناش انتيريور ولا بوستيريور ولا ابر ولا لور. عندي كرينيال وعندي كودر ولاترال. على الجنبين. خلاص؟ يلا يا جماعه. كرينيال 2 بقى مفرنشال البريد اللاترال بليت هيقابل زميل. اسالكم سؤال انا ما وصفتش الكلام ده كده وما اعتقدش سمعته قبل كده. مين من الثلاث انواع كان كوميونيكيتس ويز ذا اكسترا ايميرونيك ميزودير؟ برضه اللاترال. يبقى اللاترال بيعمل ايه كوميونيكيشن؟ مع زميله قدام فرش قدام كرينيال 2 بقى مفرنشال البريد ومع الاكسترا ايميرونيك ميزودير، لان انا بتكلم على حاجه بره الامبريون. يبقى مين البرانكسيا؟ الانترميديا؟ مين اللي على المارجن اللي يقدر كوميونيكيت؟ يبقى لاترال بليت ميستر. برافو عليك. يبقى هو ده لاترال بليت ميستر. والديفرنشيشن ده حصل في يوم 17 عندك حاجه اسمها براكسيا ميستر وعندك انترميديا وعندك لاترال بليت. نبتدي بمين؟ باهمهم عشان في كلام وفي ديفلوبمنت بيتكون فيه. الانترميديا اعرف بس انه بيعمل نيورو جدا عشان ما لحقتش في اخر محاضره. السنه دي اعرف ان الانترميديت بيعمل حاجه اسمها يورو جينيتال سيستم. شكرا. بس ده في سنه اولى. سنه ثانيه تعرف ازاي بيعمل. تمام؟ اللاترال بليت اعرف ان هو بيعمل اثنين كوميونيكيشن. وهعرف انه بيتكون فيه كافيتي. حد يعرف دي اسم دلوقتي ولا بدري قوي عليكم؟ اسمها ايه الكافيتي اللي هتتكون في اللاترال بليت ميزودير؟
البارايزل ما فيهوش كافيتي، البرونيك ما فيهوش كافيتي، لكن ده تربيت هيعمل لي كافيتي. فاكرين الاكسترا برونيكس ده؟ اللي كان ظاهر هنا للسايد تروفو بلاست وغيرت البلاست سيست اسمها الى كورونيك ديسك. كان ظاهر في كافيتي. سميناها كورونيك كافيتي او اكسترا امبريونيك سيلوم. يبقى اللاترال ليه لما يعمل كافيتي هيبقى اسمها انترا امبريونيك سيلوم. انا لسه هقول بس انا بعمل ايه؟ بحاول اخليكم تفكروا معايا قدام شويه بس لما اجي لها تبقى صعب، مش اسم صعب. يلا يا جماعه بارايزيا ميزودير. مين يقول لي بارايزيا ميزودير ده لو جالي سؤال؟ هقول ايه اول حاجه؟ It is the medial most part of the intra embryonic ميزودير of both sides of نوتوكورد. اللي انا عملته ده ديفينيشن. اللي انا عملته ده ديفينيشن. انت ظهر اول مره بارايزيا في اليوم الكام؟ في اليوم ال 17. كويس. بدءا من اليوم ال 20 هيبتدي يتطور، يحصل فيه تغيرات. ايه التغيرات دي؟ تخيلوا ان البارايزيا ده رغيف فينو كبير وهجيب السكينه اقطعه قطع. في اليوم ال 20 عملت قطعتين يمين وشمال بير او البير. بعد كده كل يوم هعمل ثلاث قطع، ثلاث قطع لغايه اليوم ال 30 بعد كام بير من السومايتس. ليه السومايتس دي هي القطعه اللي ظهرت لما قطعت البارايزيا الميزودير. يبقى البارايزيا الميزودير متقسم لقطع شكلها كل قطع من دول اسمها سومايت. كل قطع اسمها ايه؟ سومايت. ترتيب او وقت ظهورهم من اليوم الكام؟ اول يوم. بالرغم ان البارايزيا الميزودير ظهر في يوم ال 17 لاول مره وانفصل عن زمايله، لكن اول قطعه عمليه فيه ورا الباكو فرنشا في المريض على طول كانت في يوم ال 20. في يوم ال 20 بس انفصلت قطعه واحده. فيرست سومايت. بعد كده لمده 10 ايام من يوم ال 20 ليوم ال 30 كل يوم بالظبط بينفصل كام قطعه؟ ثلاثه. يبقى انا في اليوم ال 30 معاك كام بير؟ 31 بير. برافو عليك. واحد في اول يوم وبعد كده اليوم ال 21 احسب بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي؟ كل يوم ثلاثه. يبقى 30 1 31. بعد كده يحصل سلوينج في التقسيم لغايه اليوم ال 35 أو 40، يعني من يوم 35 ل 40 وده نهاية السيجمنتيشن، هيوصل العدد معايا إلى 42 ل 44 بير. يبقى أكيد من يوم ال 30 بعد ما خلص كل يوم مش 30. السرعة بطأت، لأن أنت لو حسبت من يوم ال 30 لغاية مثلا 40 أدي 10 أيام في 3 يبقى أنت هتوصل لحاجة ل 60 أو 61. لا، الريت هيبقى سلور بعد يوم ال 30 يا جماعه من غير ما يحدد لي كل يوم في كام، من غير ما يحدد لي، هيقول لي بس من يوم ال 30 ده لغايه ما اوصل ليوم 35 او 40 هنوصل ماكسيمالي لكام بير في الاخر منهم؟ 42 ل 44 بير. طب ليهم تصنيف؟ يقول لي ليهم ريجيونال كلاسيفيكيشن. اول اربعه منهم هيعملوا عظمه في الاسكال اسمها اوكسيبيتال. فيسموهم فور اوكسيبيتال سومايتس. خلي بالك من الارقام اللي هقولها. الثمانية اللي بعدهم ثمانية سيرفايكال سومايتس. بالمناسبة قبل ما انسى في الريجنال كلاسيفيكيشن عندك ناقص رقم قبل كلمة سيكرال. خلي بالك وانا بقول هتحطه كام؟ ثمانية سيرفايكال سومايتس. بعدهم 12 ثوراسيك سومايتس. بعدهم خمسة لمبر، خمسة سيكرال، ومن 8 ل 10 كوكسجيجر. هو ده الرقم في الاخر لو جمعته هتلاقي 42 ل 44. اقول تاني 4 اوكسيتال، 8 سيرفايكال، راجعوا معايا الارقام اللي عندكم، 12 ثراسيك، 5 لمبر، 5 سيكرال، و 8 ل 10 كوكسجيجر. طبعا 8 ل 10 دول هيحصل لهم جنريشن ولو ما حصلش كان يفضل اس تي. برافو عليكم. ادي هيومن هاز نو دي. المهم طيب انا دايما بحب يا جماعه اسمع منكم مره ثانيه. دكتور احنا كده يعني دخلنا بسرعه في الموضوع، مش هو بسرعه على حاجه. يلا يا جماعه نعم. قسم بيحصل جنريشن في السيلز في الوسط فينفصل حته ومكان حته واحده جت في مكان معين. طبعا مش معايا سكينه هنا. السيلز اللي في الوسط اللي بين القطعه دي والباقي يموت فتنفصل القطعه دي.
تمام؟ يحصل ايه؟ سيجمنتيشن، عمليه اسمها سيجمنتيشن. احنا عندنا في الامبريولوجي في حاجه اسمها جينيريشن ريسبتين، ثلاثه بيوت. يعني مثلا على مثال الهاند دي بتبقى دايره، وبعد يحصل ديس اوف سيلز بتتقسم لصوابع. ده سنه ثانيه مش دلوقتي، معلش دي فقره من سنه ثانيه. اوكي؟ يلا يا جماعه، مين يقول لي ايه هو البارازيت ميستيرم؟ هو الموست ميديال بار اوف ذا انترا امبريولوجيك ميستيرم اون بوث سايدز اوف ايه؟ بيظهر في يوم الكام؟ ويفضل من 17 لغايه اليوم الكامل اللي فيه يتقسم. في اليوم ال 20 بيحصل عمليه اسمها سيجمنتيشن. ويبتدي يتقسم الكتله دي اللي على جانبين الدكتور الى سيجمنتس اسمها سومايتس. كام سومايت؟ يقول في اليوم ال 20 الدكتور اول سومايت ظهر. وبعد كده كل يوم لمده 10 ايام ثلاثه بيض طبعا اول سومايت يمين وشمال. تمام؟ وبعد كده ثلاثه كل يوم لمده 10 ايام لغايه اليوم ال 30. بعد اليوم ال 30 لغايه ال 35 او 40 الريت اوف ديفيجن او سيجمنتيشن بيبقى ستوبر. المهم بوصل ماكسيمم في الاخر بيبقى عندك من 40 ل 44. معايا يا جماعه؟ تمام. طيب ايه الانواع بتاعتهم؟ يقول لي الانواع بتاعتهم على حسب الشغل اللي هيعملوه. اول اربعه منهم هيعملوا بسيبتال بول في السكر وهيعملوا عضلات الطنج. سنه ثانيه ده مش معايا السنه دي، امال انت عايز تيجي اعرف ايه السنه دي؟ ان اول اربعه اسمهم ايه؟ اربعه اوكسيبيتال سومايتس، وبعديهم كام سيرفايفل؟ 8، وبعديهم كام سلاسل؟ 12، وبعد خمسه غلطه، خمسه سكر، و8 10 كوكسي جين. تمام. تعالوا نبص كده على الكلام اللي هنشوفه دلوقتي. ادي سيجمنتيشن لاترز. بصوا يا جماعه، شوفوا كده ترتيب الكلام. اورجين، مراجعه ثالثه يعني، بنحفظ دلوقتي بقى جاي من السومايتس. جاي من السومايتس لو سالتك مش باراكسيان بقى، سالتك يبقى الكاونت اون سومايتس على طول. تعرف يعني سومايتس. خلي بالك من السؤالين دول. باراكسيان ميزوديرم اي طريقه. يبقى انا باراكسيان ميزوديرم والسومايتس هم نفس الاجابه، بس باراكسيان ميزوديرم ببتدي بدري شويه. بقول ظهرت باراكسيان ميزوديرم ده يوم 17. تمام؟ وبعد كده تبدا تتقسم نفس الكلام اللي هقوله في الايه؟ سواء السؤال كده او السؤال كده، الفرق بس ان البارازيت ميزوديرم طلع في اليوم الايه؟ ال 17. يبقى السومايتس جت منين يا دكاتره؟ ده سيجمنت البارازيت ميزوديرم، صح؟ تمام. طيب عددهم كام؟ 42 44 بير. انواعهم يا اما اقول تايبس يا اما اقول ريجيونال كلاسيفيكيشن. هم اربعه خلاص خصهم اربعه 8 12 5 5 8 10. لا مش واحد كتير يا جماعه، 8 10. انت ايه التايمين؟ اول بير بيظهر في يوم كام؟ وبعد كده 3 بيرز افري داي لمده 10 ايام لغايه يوم كام؟ وبعدين لغايه يوم 35 و40 بيكمل العدد الى 42 44 رابع. في طريقه حسبه كده معادله يعني، معرفش عندكم نص في الكتاب بتاعتكم ولا لا. بالطريقه دي بيقدر يحسب عمر الجنين في الفتره ما بين اليوم ال 20 ل 30. ما دام السيجمنتيشن منتظم اقدر احسب عدد ايام عمر الجنين دلوقتي، لان اقدر اعرف السومايتس ازاي. طيب يقول لي بالسونار. السونار يا جماعه اللي هو الاشعه التلفزيونيه ابتدى دلوقتي يوصل لحاجات متقدمه، يبقى 3 دي و 4 دي وبالالوان، ويقدر يعد السومايتس بتاعت مين؟ ظهر البيبي. البيبي بعد ما يلف على نفسه هيبان مربعات ظهره. المربعات اللي هنشوفها دي في اليوم الكام؟ لو انت شاكك ان انت ما بين اليوم ال 20 وال 30 وعايز تعرف يوم كام بالظبط. فتروح عامل ايكويشن بتعمل ايه؟ بتشوف النمبر اللي انت عديته وتقمع عليه واحد، وهنعرف يعني واحد ليه؟ ونقسم العدد ده على ثلاثه ونقمع على 20. معنى واحد ايه ومعنى ثلاثه ايه ومعنى 20؟ واحد ثابت على اول يوم، وثلاثه ده عشان كل يوم في ثلاثه بيظهروا، وال20 عشان بدينا من يوم ال20. طب تعالى نجرب كده وقول لي لو انت بصيت في السونار لقيت خمسه سومايت في ظهر البيت. ظهروا يعني ايه في الدور؟ ما خلاص السومايت دي بتتكون بين ثلاثه، لان في اخر الاسبوع الثالث. هو احنا في اخر الاسبوع الثالث؟ ده احنا بدينا في يوم ال20 يا جماعه. تمام؟ في اخر الاسبوع الثالث بتيجي اعمل عمليه اسمها فوضي، وتيجي تلاقي يبقى ليه ظهر وراس وبطن. ففي ظهر البيبي ده هتلاقي مربعات، عدهم لقيت خمسه، يبقى انا في اليوم الكام؟ برافو عليك، خمسه واحد سته على ثلاثه يبقى 2 زائد 20 اليوم 22. طب ما نحسبها بطريقتنا. ماينس واحد؟ طيب هي ممكن كده وممكن كده، لكن لو جربناها ضربوها معايا كده ادي هنا هو العدد معايا خمسه وواحد سته، يبقى على ثلاثه 2
تمام؟ 22 نحسبها اليوم ال 20 معاك واحد. اليوم ال 21 بقى كام؟ أربعة. تمام؟ اليوم هيظهر فيه الخمسة والسادسة والسبعة. واحنا كان معانا خمسة. يبقى في اليوم الكام؟ في 22. يبقى في اليوم ال 22. سواء كده أو كده، لا خلوها ماينس، خلوها ماينس. تعالوا نجربها بالماينس كده طيب؟ يلا مع بعض. لو معاك سبعة سو ماينس. يبقى اليوم 22. صح يا جماعه؟ ازاي؟ يقول لي 7 ناقص 1 6 على 3 2 يبقى اليوم 22. تعالى جرب في اليوم 20 معاك 4. في اليوم 21 بقى كام؟ ب 4. طب اليوم 22 هيظهر 3 اللي هم مين؟ 5 و6 و7. خليها ماينس زي. اوكي يا جماعه؟ وانا هصلحها لكم عشان تبقى زي كده. اذا يقول لي الصوره دي في انبوبه، شايفينها يا جماعه؟ شايفين الانبوبه دي؟ ده مش هتدخل. في انبوبه، الانبوبه دي هتنزل من الاكس ديرم بعد البروتوكول لما اتعمل. فاكرين لما حصل توصيله من الانبيوتيك كان اسمها نيورو تيرك؟ قلت لك ان في ماتيريال بتطلع لفوق عشان تستيموليت ديفلوبمنت اوف نيرفس سيستم. الاكس ديرم هيعمل انبوبه بطريقه هناخدها المحاضره اللي جايه. ازاي؟ انه بينزل لتحت ويعمل تيوب. يعني هي الاكس ديرم ده بيهبط الميد لاين بتاعه وبعدين المارجن يقربهم بعض، التيوب انفصلت. التيوب دي هتنزل على البروتوكول، هتنزل هتهبط على البروتوكول. وعلى جانبي النيورال تيوب اللي اتعملت، لو انت نظرك كويس وقريت هتقرا النيورال تيوب، شايفين ايه اللي بيتعمل؟ ادي سومايز. شوف هنا ده اخر واحد اتعمل اهو. لو انا معايا العدد كله اقدر اعرف ده بتاع اليوم الكام، بس انا مش باين الصوره كلها. تمام؟ بص بقيه البارامتر لسه ما حصلوش ايه؟ السيجمنتيشن بتاعه. اوكي؟ يبقى دي صوره حقيقيه بتوريك السومايز. الصوره اللي شفناها كده؟ مين بقى اللي في الوسط؟ مين يقول لي؟ فين البروتوكول دي باين ولا لا؟ اهو ادي البروتوكول. امال ايه دي؟ لقيت ده اللي فوق البروتوكول ده هبط وعمل لي انبوبه على ظهر مين؟ البروتوكول. طب ايه اللي على الجنبين؟ يقول لي اللي على الجنبين انت معاك الطبقه دي انتو ده والطبقه دي انتو ده وده الانتر اجرامبيس ده. يبقى ايه دي؟ ده براكسيا. وده مين؟ ده الانترميديت. واللي عامل لي طبقتين ده اللاترال بليت اللي هيظهر فيه كابتي. فاكرين ان المنطقه هيظهر شايفينها؟ شايفين الكابت يا جماعه؟ تمام. الكابت في اللاترال بليت قسمته طبقتين، في طبقه فوق وطبقه تحت. طبقه فوق لازقه في الاكتو وطبقه تحت لازقه في ايه؟ في الاندو. ولما هاجي لها هسالك وهتسمي اللي فوق ايه واللي تحت ايه بس مش نعم. نيورال تيوب تاني. انت مش عملت النوتوكورد؟ النوتوكورد دلوقتي بتغطي بطبقه اسمها الاكتو ده. الاكتو ده هينزل منه جروف. مش بتاع النهارده، بتاع المحاضره اللي جايه. الجروف ده هيتلف مع نفسه يعمل انبوبه. ازاي؟ اجيب لكم ورقه وهحضر جروب منها والمارجن بتاع الجروب يلزق في بعضه، يبقى في تيوب انفصلت من مين؟ من الاكتر. طب نزلت فين؟ في الميد لاين برضه، زائد مين تحتها؟ بروتوكول. وبقى في الميد لاين عندك دلوقتي مش بروتوكول بس والنيورال تيوب وعلى الجنبين ايه؟ باراكسيا بيستر. يا ترى حد ابتدى يستنتج البراكسيا هيعمل ايه حوالين البروتوكول والنيورال تيوب؟ انا لسه مش مهم، استنى لما اتفرج على الصوره بتاعتك. بصوا البيبي ده، ده باين في ظهر السومايز. بس انا اقدر احدد الايكويشن بتاعتك ما بين اليوم ال 20 وال 30 بس، ليه الدكتور؟ اللي بعد اليوم ال 30 الريت بيبقى سلور، مش ثلاثه كل يوم ومش محسوبه كل يوم كام. فاهمين؟ فدي طريقه بس لفتره ما بين كام وكام؟ من يوم ال 20 يوم ال 30 وخلوها ماينس زي ما موجود عندكم في الكتاب. عشان ما حدش يتلخبط. فيت، ما هو مصير كل سومايز؟ بسرعه كده بقى، انا وصلت للحته دي، ركزوا معايا. يلا يا جماعه مين يقول لي؟ يعني ايه انتر اجرامبس ده؟ متكون ازاي؟ مايجريتنج في بلاد سيلز والباس ثرو بريمتيف جروف بريمتيف بيت. تمام؟ ومن السايدز اوف بريمتيف جروف بريمتيف بيت والسبريد بتوين اكتو ديرم اند اندو ديرم اكسبت ثري بليسز مش هنقدر ندخل فيهم انتر اجرامبس ده. عند الباكو فرنشال برين، عند الكواتر برين، وفي الميد لاين ايه؟ في نوتوكور. مش بس نوتوكور، ده في كمان تيوب هتنزل فوق نوتوكور اسمها ايه؟ اسمها نيورال تيوب. اهلا بيكم. زيكم كده حالا يا ابني. زيكم زيكم طبعا كويس. طبعا زيكم طبعا ربنا يخليك في طبعا. طيب صباح الخير، احنا في نشاط سنابل.
بعد النهارده معايا. ودي السمايت هقسمها كده
الى فينترو ميديا بارت وعكسها دورسو لاترال بارت. مش هقسمها كده، ما بتقسمش كده كده، يبقى ميديا لاترال خلاص. امال القسم ازاي يا دكتور جت بالورد كده؟ الى فينترو ميديا بارت اسمه سكليرو توم، باعتبار ما سيكون هيعمل ايه السكليرو توم ده؟ هيروح فين؟ والدورسو لاترال بارت هيعمل حاجه اسمها ديرمو مايو توم. ديرمو مايو توم طبعا دلوقتي اعتقد ان ما حدش بيتخض من الاسماء الصعبه، لان انتوا عايزين تخش بيعمل ايه؟ لما كل شويه اسم يعيده مره واثنين اتكسر. يبقى دلوقتي مصير السمايت بيحصل له ايه؟ شكرا. مصير السمايت بيحصل له ايه؟ طبعا مش شغل عادي. مصير السمايت بيحصل له ايه يا جماعه؟ بيتقسم الى ايه؟ اوبليكلي الى فيتروميديا بار قلنا ازرق، ودورس ولاترا بار اللي هي لون البني مع شايفين اللون البني والازرق انفصلوا من بعض؟ طيب اللون الازرق اسمه ايه؟ سكليرو. سكليرو يعني ماشي، يعني جامد. سكليرز يعني جامد. سكليرو توم اهو اقراها سكليرو توم، والجزء اللي فاضل اسمه ديرمو مايو توم. طيب ديرمو مايو توم، الديرمو مايو توم ده لما نقسمه اثنين هيبقى واحد اسمه مايو توم وواحد اسمه ايه؟ ديرماتوم. معايا؟ طب السكليرو توم ده راح فين ده؟ السكليرو توم بقى هيسيب الديرمو مايو توم، يروح فين السكليرو توم ده؟ يتحور فين؟ هو فين يا دكتور؟ دفن في وسط الخلايا. تمام؟ يبقى دلوقتي السكليتوم هيروح يدفن لودكورد ويحوط النيورال تيوب. برافو عليك، هنعمل فرتبرا. تمام؟ السكليتوم ده عطف، السكليتوم ده عطف. طب هعمل فرتبرا بس؟ تقول لي لا، ده السكليتوم دوت هيعمل لك البوديز او هيعمل لك الفرتبري والانتر فرتبرا ايه؟ ديسك. في مستوى الفرتبرا النودكورد اختفى مش موجود، هيفضل بس في مستوى الديسك اللي بين فقرتين اللي يعمل لي حاجه زي الجيلي اسمها ايه؟ نيوكلياس بالبوزس. برافو عليك. شايفين معايا يا جماعه؟ انتوا عارفين حد شاف فرتبرا قبل كده فقره من الفقرات؟ بيقول لي ان هو ادي النيورال تيوب اللي هيبقى بعد كده سباينال كورد. هو دلوقتي لسه في مرحله بدائيه، حاجه اسمها نيورال تيوب هيتحول بعد كده للحبل الشوكي او السباينال كورد، وطبعا السكيلتون مش هيقطعه، مش هيدفنه، مش هيلغيه، هيحوطه عشان يحميه. السباينال كورد شو بي بروتكتد ببوني سراوندينج زي مين؟ زي برين فور سكال. فيرتبرا الكولم هيحوط السباينال ايه؟ كورد. يبقى مين يقول لي السكليرتون ده عمل ايه يا جماعه؟ ويت مايجريت ميديا دي تمام؟ تو سراوند البروتوكورد والسباينال كورد او الميرال تيوب. طب يعمل ايه البروتوكورد؟ يحتفي البروتوكورد في مستوى الفقره لكن يفضل بس في مستوى الانتر فيرتبرا ديسك كقلب الديسك حاجه جيل لايك ماتيريال، ويسراوند الميرال تيوب عشان يعمل لها حاجه اسمها نيورال ارش. الفرتبرا عندنا بتتكون من بادي والنيورال ارش الجزء اللي بيحوط السباينال ايه؟ سباينال كورد. يبقى كده الفرتبرا هتتكون، وطبعا الفرتبرا دي هتبقى بعد كده ايه؟ فقرات بينهم ديسكس. طيب معلش شايف وقت، خلوا الاسئله في الاخر لانها نسيت كده. نعم. تاني سكليروتوم؟ السكليروتوم يا جماعه هو الفيترو ميديال بارت اوف سومايت، يعني الكتله دي اللي اسمها سومايت هتتقسم الى جزء امامي وميديال وجزء خلفي ولاترال. خلاص؟ الجزء الامامي والميديال دي اسمه واحد. اسمه ايه؟ قولوها تاني، اسمها ايه يا جماعه؟ سكليرو توم. طب السكليرو توم ده هيروح فين؟ وين مايجريت ميديال. هو مين في الوسط اللي بين السومايتس يا جماعه؟ حاجتين، النوت كورد والنيورال تيوب. النوت كورد ده هيبقى ايه؟ هيبقى جزء من الانتر فيرتبرال ديسك، والنيورال تيوب تبقى سباينال كورد. عشان كده الخلايا بتاعت السكليرو توم دي لغت النوت كورد في مستوى اللي هيعمل فقره. وما لغيتوش في المستوى اللي فيه الديسك. لان السومايتس ساعات كتير كلهم رايحين ميديالي يبنوا ايه؟ فقرات وديسكات. طب الاوتوكورد كان عصايه مكتمله. الفقره بتتعمل والاوتوكورد في قلبها يتلف، ما فيش سايب اي اثر جوه العظمه. لكن بين عظمه وعظمه في وسط الديسك هيفضل حته من الاوتوكورد، قطعه. القطعه دي اسمها نيوكلياس ايه؟ بالبوس. طب بقيه الخلايا بس عملنا البرتبري بس البودي اللي هو بين الديسكات، ولا كمان رحنا حوطنا السباينال كورد؟ هل الفقرات هي بس قدام السباينال كورد والسباينال كورد واقف وراها كده؟ ولا بقيه الفقره محوط؟ عشان كده السكليروتوم يا جماعه بقيه الخلايا سراوند زي النيورال تيوب اللي هتبقى بعد كده سباينال كورد، ما تتصرفوش نقول مره كده مره كده. النيورال تيوب ده المنظر البدائي، بعد كده هيبقى مين؟ هيبقى سباينال كورد. طب يا دكتور الباقي انت نسيت ان في جزء لسه فاضل من السومايت اسمه ديرمومايتوم، وانت قسمت لنا الديرمومايتوم ده الى جزئين. مين فيهم يعمل مصل من اسمه؟ مايتوم هيعمل العضلات السكليتال، هيهاجر هذا المايتوم بقى، هيهاجر لاترالي.
من ظهري كده. في جزء منه هيفضل هنا وفي جزء يعني الاسم. جزء هيفضل في ظهري وجزء يروح يرجع عضلات جسمي وعند منطقه خروج الابر ليب هيبتدي جزء من ده يخرج مع الابر ليب عشان هي مسلس في الابر ليب. وعند منطقه خروج اللور ليب جزء منه يخرج معاه عشان يعمل ايه؟ اللور ليب. وكل ده وهو واخد حاجه من سبايلن فورد. يعني سبايلن فورد اداني له حمايه وهو اداني نيرفز. فعلا طلعت نيرفز يا جماعه عشان تروح لكل مايجريتنج ميتوم وديرماتوم ساحب وراه نيرف. اسمه ايه النيرف اللي يطلع من سبايلن فورد؟ سبايلن نيرف. عارفين عنه؟ 8 سيرفايكل 12 ثراسك 5 لمبر صح؟ ما كل 4 اوكسيبيتال انت ماشي كده مع الارقام كويس مع الارقام السوماتيك كل 4 اوكسيبيتال دول عملوا السكال بيز اللي هو الاوكسيبيتال بون وعملوا مصر سبتانج ليهم نيرف خاص. هناخده في سنه ثانيه الكلام ده مش في السنه دي. يبقى 8 سيرفايكل نيرفز و12 ثراسك و5 لمبر و5 سكرال و1 اوكسيشيال. لحظه ده احنا كده عندنا 8 ل 10 سومايتس اوكسيشيال جنريتس الحمد لله. كانت تبقى القعده ليه كلها؟ بس تصحى له ساعه ايه؟ مش هقول لكم ايه بقى؟ المهم يما الدرماتوم بيعمل ايه؟ طلع بسرعه بيعمل ايه الدرماتوم؟ انتوا خدتوا مع دكتور مدحت حاجه اسمها سيجمنتال او درماتومال نيرف سبلاي اوف ذا سكين اوف ابر ليب سي 4 و5 و6 والكلام ده. كل درماتوم واخد نيرف من ليفل. يعني السومايت رقم 5 سيرفايكل مثلا سي 5 سومايت الدرماتوم بتاعه واخد نيرف من السيرفايكل 5 ده تمام. ويجي الدرماتوم تقف تحت الابيدرمس عشان يعمل الدرس خلاص زي البازل. ما اعرفش تعرف لعبه البازل ولا لا. تقع قطع الدرماتومز جنب بعض وكل درماتوم بالنيرف بتاعه يعني يجي درماتوم مهاجر من ورا كده ويقعد ماشي لغايه ده هيطلع في الابر ليب مكانه هنا هيعمل الدرس بتاع المنطقه دي. طب مين شاطر او شاطر يقول لي مين الدرس جاي؟ مين شاطر يقول لي؟ من الاكتو ديرم. برافو عليك من الاكتو ديرم تمام. بس الكلام ده لسه ايه بدري عليه مش عايزين لسه لحد مش عايز اقول حاجه ظريفه قوي وبعد كده هعمل لكم مراجعه سريعه. بصوا الصوره اللي على الاقل في المايكومز والديرمو مايكومز والكلام ده اللي عشان مش عايز عايز صوره اللي عليه لو سمحت. بص معايا الدرماتوم راح قطع تحت الجلد وعمل سيجنس يقول لك هنا سي 5 سي 4 سي 5 سي 6 وهكذا. الميتوم يعني الميتوم ينقسم لقطعتين قطعه تفضل ورا وقطعه تهاجم لعضلات اللاترال والانتيرو الاسبيكت اوف يور بادي والعضلات اللي خارجه في الابر ليب. ومين يتقسم معاها يا دكاتره؟ بص معايا كده شايفين اللون الاصفر ده ولا صغير قوي؟ شايفين النيرف ده؟ ده السباينال نيرف اللي اتقسم الى دورسا ريمس وفنترا ريمس. سمعت حاجه زي كده؟ النيرف دي دورسا ريمس اي سباينال نيرف وليه فنترا. ايوه يا دكتور ده احنا لما خدنا البريك يا بنكسس وذاكرنا الروتس اول كلمه قالها دكتور مدحت ان الروتس الخمسه جايين من الفنترا ريماي اوف سباينال نيرف. ليه يا دكتور اصلها غلط بس؟ ودي اول مره اتقسم فيها ومش عارف المرض. النيرف اتقسم معايا دورسا ريمس وفنترا ريمس خلاص؟ الدورس اللي مسرح فيه عضلات الباك الشريط الوسطاني ده في ظهر الرقبه في ظهر الجسم يا جماعه ده الدورس ريمس بتاع ال 31 ده. والفيتر ريمس راح فين؟ راح لعضلات جسمك وكل الابر وكل الدور لان الابر والدور طلعوا من لاترال اسيد مش من الباك. فلما طلعوا من لاترال اسيد خدوا من الفنترال ايه؟ ريمار. المره الثانيه اللي اتقسمت فيها بصوا بصوا الابر ليب بتقسم مجموعتين انتيريور وبوستيريور. فاكرين حاجه اسمها ترانس بريكر بيكسس؟ جت ورا الكلام اللي اتقسمت ديفيشنز انتيريور وستيريور ورا مين؟ ورا المسلس. عارفين كده؟ عارفين ان ترانس بريكر بيكسس ورا الكلام كده بتقسم انتيريور ديفيشن ثلاثه مش هو ده الترانس؟ لما كل واحد يديك انتيريور وستيريور يبقى معاك كام انتيريور؟ ثلاثه كام بوستيريور؟ وحتى لو ورا البوستيريور ده مش هيعمل البوستيريور كله صح يا جماعه؟ والبوستيريور كله ده لو انت تبعته برانشاته شغال على الباك ورا المسلز اللي في ظهر دراعك. احنا لو فهمنا هتلاقوا الموضوع اكثر انتفاعا. انا عارف ان الامتحان مهم قوي ان انت عايز تظبط نفسك في الامتحان. احنا عندنا هدفين مش هدف واحد. شوت بي اونلي اكزام مايند. ما تبقاش دايما مفكر على الامتحان. مهم الامتحان مهم يا جماعه جدا بس كمان يو شوت انجوي افهم وافهم وحب اللي بتعمله وحب تعرف. اوكي؟ ما
ممكن يا جماعه نقول كده بقى السوبايس كان جاي سؤال واجابه في الاخر زي ما اتعودنا. يلا لو جاي نجيب الكاونت اون سوبايس اقول ايه؟ سيجمنت في فرايز. تمام؟ طيب الفرايز ده بيظهر في يوم كام؟ وامتى بيحصل سيجمنتيشن للفرايز؟ From starting from 20 day first pair of smile will appear. وبعد كده كل يوم كام؟ لغايه اليوم كام؟ 30. هيبقى معاه حوالي 31 بير. من اليوم ال 30 بعد اليوم ال 30 لغايه 30 40 ريت اوف فورميشن اوف سمايلز ويل بي سلو. لغايه ما اوصل لغايه عدد كام؟ 44.